السؤال بعد كده بيقول بعد إذنك يا دكتور عمرو أنا أمي مريضة مريضة كانسر ربنا يجمع لها بين تمام الأجر والعافية يا رب وتعبانة جدا بقالها فترة والمرض مأثر على جميع أجهزة أجزاء الجسم ولو تسمع حضرتك تدعي لها بالشفاء وتقول لها كلمتين يطيبوا خاطرها هي بتسمع حضرتك كل يوم وبتتفرج على كل حلقاتك حلقات البرنامج ده أولا ده شرف ليا إن هي تتفرج على كل حلقات البرنامج لان في الحقيقه انا عايز اقول لكم حاجه يعني بس بمناسبه الكلام اللي حضراتكم قلتوه يعني وجودنا في هذا الامر هو اللي بيخليني احس بان انا بعبد ربنا سبحانه وتعالى في هذا البرنامج ان احنا موجودين مع بعض وان انا احس ان انتوا بتسمعوني وان احس ان الكلام اللي بتبذل فيه مجهود ده وصل لاهله ووصل لاحبابه فشكرا ان انتوا بتبعتوا لي الرسائل دي وشكرا ان والده حضرتك حريص على ده عشان احنا الاثنين نكون في هذا المجلس من مجالس العلم يعني انا دايما بقول ان مجلس العلم اللي احنا فيه ده مش هيبقى بان عمرو يقعد قدام الكاميرا بس لكن كمان ان في حد يشوفه كمان فعشان كده انتوا جزء اساسي في مجلس العلم اللي احنا فيه ده وجزاكم الله خيرا زي ما التلميذ والشيخ مهمين في مجلس العلم كذلك احنا هنا مهمين كلنا كلنا اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلنا سبب عشان يبقى المجلس ده مجلس علم بتحفوا الملائكه وتخشاه الرحمة ويذكره أن الله سبحانه وتعالى فيما عندنا أما بقى الكلام مع والدة حضرتك الكريمة العزيزة اللي أنا, ف... اللي أنا لو سمحت لي أطلب منها أن هي تدعي أنا لو سمحت بقول لوالدتك ادعي لي لأن أنت في حال قرب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى عندما دايما كانوا يعلمونا كده مشايخنا عندما تتنازل الشدائد فاعلم أن اللطف قد غمر المكان لما تيجي شدة تنزل فاللطف غمر المكان فأنت غارقة في اللطف الله سبحانه وتعالى أنا دايماً هقول لحضرتكم أنا مش هتكلم على الألم والوجع والمتاع لكن هتكلم عن حاجة تانية خالص هتكلم على نظرتنا للحياة نظرتنا للحياة أوسع بكتير من فكرة أن جسدي ينعم أو جسدي يكون خالي من الألم أو الوجع الحياة واسعة أوسع بكتير من أني يكون عندي صحة فقط يا ناس عندهم صحة بس قلوبهم قلوبهم عليها غشاوة المرض بيجي عشان يخلي الغشاوة دي تترفع والدليل على ذلك إن كتير من الناس لما يمرضوا تجد قلوبهم انكسرت ولانت لله سبحانه وتعالى أنا عايز أقول لحضرتك وحضرتك سمعاني دلوقتي وأنا بكلم حضرتك مش على أنك أنت مريضة كانسر أنا بكلم حضرتك على أن ربنا اصطفاكي بان كل نفس من انفاسك وكل لحظه بتمر عليك وانتي بترتقي في الجنه دائما ما بحبش ان انا اساوم الناس لكن دائما بقول للشخص اللي في المرض اعرف ان انت كل لحظه بتصبر فيها وكل لحظه بتحس فيها ان ربنا سبحانه وتعالى من عليك بده يعني ايه من لان ليس هناك عطاء من الله الا إيه وفيه لطف وفي من وفي منا وفي نعمة ولذلك حضرة النبي يقول حتى الشوكة يشاكوها وأنا عارف مدى التعب اللي بيكون في هذا المرض لكن في نفس الوقت المرض ده باب من أبواب رفعة الشاء ومحدش قال إن دلوقتي وإحنا في اللحظة اللي إحنا بنرجو ربنا سبحانه وتعالى فيها إن ربنا يتم لنا الشفاء وعلى فكرة محدش يجي يقول لي أنت بتقول إيه ده إحنا في راحل متأخرة متأخرة علينا إحنا بس مش متأخرة على الله أنا عايز أقول لك حاجة أن تلقي الله سبحانه وتعالى وأنت متمسكة بنعمة ربنا وهي الحياة وبتشكريه عليها وبتستمر فيها لأن ربنا لما أعطانا الحياة ما قالناش هيعطينا الحياة بأي سعة ولا بأي هيئة ولا بأي ولا أي صيغة ولكن قال لنا إن الحياة بتاعتكم مليانة لطف قال لنا إن الحياة بتاعتكم مليانة رحمة فاحنا متيقنين ان رحيم بنا متيقنين ان هو لطيف بنا واوعي حضرتك ابدا تظني ان المرض اللي عند حضرتك زي ما في ناس كتيره بتقول ان المرض ده اه صحيح المرض ده كتير من الناس بيسموه اسماء صعبه بس انا وبكلم حضرتك عايز اقول لك حاجه اذا كان المرض صعب فلا علاقه له بغضب الله سبحانه وتعالى خالص اوعي تظني ان ده نتيجة غضب من الله سبحانه وتعالى زي من بعض بيظن أبدا كثير من أهل الله وأولياء الله كان ربنا سبحانه ابتلاهم بده عشان يرفع درجته عايز أقول لك حاجة كان عندنا بيقولوا لنا إذا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يرفع قدر عبد وينزله في منزلة كبيرة ابتلاه بمرض شديد في آخر أيامه حتى لا يجن إذا رأى ما أعده الله له من الجنة أنا مش بقول مش بكلمك بس عن الجنة لكن بكلمك عن الحياه اي شيء نعمه الحياه وكل لحظه من لحظات الحياه دي هي نعمه مهما كانت ومهما كنا بنظن ان هي قصيره ما نعرفش ربنا هيمد في اعمارنا قد ايه ويخلينا في نعمه انت في نعمه هذه النعمه لا ينقصها المرض ولكن هذه النعمه منحه من الله فاشكر النعمه وعيشي النعمه والله سبحانه وتعالى واسع الكرم يا رب يجمع لك ما بين تمام الاجر والعافيه وينزل عليك من الرحمات والبركات ومن الانوار يا رب